السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نقرب AK-74u. وأمس قربنا اللي هو AK-47. واليوم راح نقرب هذا السلاح، نشوف مدى قوته وسرعة هذا السلاح. في ناس يقول إنه سريع، وهو طبعاً SMG. خليكم مع الفيديو، راح نقرب السلاح. واتمنى لا تنسون اللايك سبسكرايب، خليكم مع الفيديو. وبهذا خلصنا الفيديو لليوم، حصلت على 41 كلز. والسلاح راح اعطيه من 10، راح اعطيه 7 من 10، 6.5 من 10 الصدق. يعني قوته نفس قوة الاسلحة الاولى، نفس اية SMG، ماهوش نفس الـ AK-47 الاول، بس مقبول. ولهنا خلصنا الفيديو لليوم، نشوفكم إن شاء الله فيديو جديد غدوة بكرة إيش اللي يسموه. ومع السلامة.